في أوائل العصر الجوراسي شكل الديناصورات كان غريب، لأن ده كان الظهور الفعلي ليهم. ودي بعض الأمثلة للديناصورات المبكرة. واحد، الإسكيتيلوسورس، ده ديناصور نباتي بمعنى السحلية الصغيرة المدرعة، لأنه فعلا كان صغير، تخيل طوله ما بيعديش 120 سنتي. 2، الماسوس باندلس، ديناصور ثنائي التغذية بيمشي على أطرافه الخلفية أو أطرافه الأربعة، ومعنى اسم الفقرات الضخمة، وعلى الرغم من كده حجمه برضه ما كانش كبير. 3، الدولفيوسورس، ديناصور مفترس بيمشي على أقدامه الخلفية فقط. طول جسمه ما كانش كبير، لكن 6 متر في الوقت ده كان بيعتبر تطور ملحوظ في أحجام الديناصورات المفترسة. في ناس طبعا عارفاه باسم أبو تفلة علشان المادة الكيميائية اللي بيفرزها على الفريسة بتاعته، لكن الكلام ده في الأفلام ولعبة آرت، لكن في الحقيقة هو ما كانش بيفرز أي سموم. وقائمة ديناصورات العصر الجوراسي المبكرة تطول، لكن اللي عايز أوضحه إن في بداية العصر كان في فترة انتقالية ما بين الثدييات الشبيهة بالزواحف اللي عاشت في العصر الترياسي ونشأة الديناصورات. لو هنلاحظ هنلاقي إن صفات الديناصورات الأولية بتتسم بصغر الحجم النسبي والتأثر بأسلاف الثدييات اللي كانت بتمشي على الأطراف الأربعة، وفي بعض الأحيان بيمشوا على الأطراف الخلفية بس. انقسمت الديناصورات إلى مجموعتين، الساريسكيانز، مجموعة شملت السروبادات والديناصورات المفترسة، والأورناثاسكيانز اللي شملوا الديناصورات النباتية وبعض الديناصورات ذات الريش. واللي خلى الساريسكيانز ديناصورات متعرف عليها في شكلها وهيئتها إنها ضمت السروبادات اللي انتشروا بشكل كبير لدرجة إن ليهم حفريات في كل قارات العالم بالإضافة لإنتركاتيكا، وضمت أكبر الديناصورات في عصرها زي البريكيسورس اللي كان بيزين الغابات في أفلام جوراسيك بورك. ارتفاعهم 16 متر، طول جسمهم وصل ل 26 متر، والوزن تخطى ال 75 طن. وغير البريكيسورس كان في ديبيولوديكس اللي في الحقيقة كان أطول من البريكيسورس لكن كان أقل منه في الارتفاع، والجرافي تايتن اللي معنى اسمه الحرفي الزرافة العملاقة. الكائنات دي عرفت تتأقلم بسهولة مع أجواء العصر بسبب وفرة النباتات العملاقة اللي ذكرناها قبل كده. وأغلب السروبودات الكبيرة تواجدت في منتصف لأواخر العصر الجوراسي، وفي الوقت ده ظهر تهديدات ليهم من قبل المفترسات الجوراسية الحقيقية. ألوسور بيتخلل وسط الأشجار العملاقة، وعينه ناحية سربود متوسط في الحجم. حجم الألوسور كان كبير بالنسبة للمفترس الجوراسي، وزنه 2 طن وطول جسمه تخطى 10 متر، لكنه وصل لسرعة تقدر ب 33 كيلومتر في الساعة بجسمه متزن بيسمح له بالانحناءات الفجائية خلال المطاردة. فانطلق الوحش ناحية السروت، وعلى الرغم ان فرق الحجم ما بينهم كبير الا ان الألوسور كان اسرع، وباستخدام المخالب الحادة ومرونة الجسم فضل يسدد ضربات متقطعة في جسم الفريسة لحد ما فقدت الامل واستسلمت بسبب استنزاف كمية كبيرة من الدماء. جمجمة الألوسور مميزة جدا، حجمها كبير ومحمية باهداب فوق العين، ومن دراسة العلماء الأولية للأسنان توقع أنه بيمتلك قوة عضة ضخمة، لأن لو هنبص على أسنان الألوسور هنشوف أنها كبيرة ومنحنية، لكن آخر الأبحاث وضحت أنه بيمتلك قوة عضة ضعيفة، يعني النمور الحالية بتمتلك نفس القوة، فبالنسبة لديناصور بالحجم ده يعتبر فكه ضعيف. لكن الغريب تواجد حفريات كتير لديناصورات نباتية مثل السروبودز وأنواع الأورناثيسكيانز المختلفة بتأكد أنهم ماتوا بسبب هجوم الألوسور. فنجاح الديناصور ده اعتمد على السرعة والمرونة والمخالب القوية، التلات عوامل دول بيسمحوا للألوسور الوصول لمسافة قريبة من الفريسة وضربها على كذا مرحلة، وبسبب النزيف المستمر كانت بتموت. وفي ميزة كمان كان بيستعملها الألوسور علشان يزود قوة ضغط العضة، وهي زاوية الفك الكبيرة، لما يفتح فكه بأوسع مقدار ويقفله بسرعة ده كان بيسبب أضرار رهيبة للفريسة. والأنواع دي من المفترسات انتشرت بشكل كبير في العصر الجوراسي، يعني عندك في أوروبا تواجد السيراتوسور والميترياكانثوسورس والديبريولوسورس، وفي أمريكا الشمالية تواجد السوروفاجانكس والتروفوسور، وفي قارة آسيا تواجد يانجوناسورس، وفي قارة انتركاتيكا تواجد كيريولوفاسورس. اللي خد بالك عزيزي المشاهد، ده ظهر في العصر الجوراسي المبكر، فده واحد من أقدم الديناصورات المفترسة المكتشفة، وحجمه مكانش صغير، طول جسمه كان 8 متر. فبعد الأسماء الصعبة دي كلها لازم تعمل لايك. المهم اللي صنفوا من الدرجة الأولى مع الألوسور هم السوروفاجانكس والتروفوسور، وفي بعض الديناصورات اتكلمت عنها قبل كده في القناة، لكن اللي عمري ما اتكلمت عنه التروفوسور، مع انه ديناصور مميز جدا العلماء قعدوا سنين يبحثوا عن حفريات ليه، لكن للأسف ما وجدوش حفرية كاملة، وده اللي خلى تقديرات العلماء عن حجمه غير معروفة. في بعض العلماء بيقولوا انه تخطى حجم الألوسور، وعلماء تانيين بيرجحوا انه مقارب في الحجم لكنه أصغر. وبناء على الأسنان المكتشفة للتروفوسور عطوا العلماء اسم السحلية المتوحشة،
فلو حد هيسأل إيه أقوى ديناصور مفترس في العصر الجراسي، الإجابة هتكون ألوسور أو تورفوسور أو سوروفاجانكس. لكن العلماء بيرجحوا كفة الألوسور علشان كان ليه وفرة كبيرة في الحفريات. ده كفاية يا راجل إنه كان بيتغذى على الاستيجوسور، وده واحد من أقوى الأورناثيسكيانز في العصر الجراسي. والغريب في الأورناثيسكيانز إنهم في الأول كانوا بيمشوا على أطرافهم الخلفية بس زي المفترسين، لكن مع الدخول في العصر الجراسي تنوعت الديناصورات الرباعية والديناصورات المضرعة. ظهور الصفائح العظمية والقرون والأشواك على أنواع مختلفة من الأورناثيسكيانز بيوضح إزاي الوقت ده كان خطير عليهم بسبب تطور المفترسات الملحوظ، ومن غير الصفات دي كان هيبقى صعب عليهم التعايش. يعني مثلا الاستيجوسور بيمتلك صفتين مهمين جدا، واحد الصفائح العظمية اللي على ظهره، اتنين الأشواك اللي في نهاية الديل. دول لهم أهمية كبيرة في حماية الحبل الشوكي، وده غير أن العلماء وجدوا في الصفائح الظهرية عدد كبير من الحويصلات الدموية، وده دليل على استخدام الاستيجو للصفائح في تنظيم حرارة جسمه. خد الكبيرة بقى، من كل الحفريات المكتشفة شكل الصفائح وترتيبها على الظهر بيختلفوا من استيجوسور للتاني، يعني زي البصمة كده عزيزي المشاهد. بجد فعلا علم الحفريات ده ممتع جدا، انا مش عارف انت لحد دلوقتي ما اشتركتش ازاي. وعلى الرغم ان حجم الاستيجوسور ما كانش صغير، الا انه ظهر بعد الديناصورات المضرعة الاولية اللي عاشت في العصر الجراسي المبكر. الكائنات دي على الرغم من صغر حجمها الا انها تعتبر اجداد للاستيجوسور وكمال الانكيليوسورس، اللي بالمناسبة بيتشابه مع الاستيجو في كذا نقطة، شكل وترتيب الاسنان، الظهر المضرع، وكمان الديل القوي. بس موضوع ان اسلاف الديناصورات تبقى اصغر من احفادها ده شيء معتاد. يعني اكبر الامثلة على كده هو اخوان لونج اللي عاش في الصين، ده ديناصور صغير طوله 3 متر، بيعتبر اقدم ديناصور من عائلة التيرانوسوريديا، عائلة التيريكس. يعني تخيل الديناصور الصغير ده جي منه ملك الديناصورات اللي عاش في العصر الطباشير. تعالوا بقى في السريع نلخص نقطة الديناصورات. في العصر المبكر الديناصورات كانت لسه بتتعافى من الانقراض الترياسي، أغلب الأحجام كانت صغيرة، لكن ظهرت الديناصورات المضرعة لأول مرة، وكمان الأورناثيسكيانز اللي بيمشوا على أربع أطراف، وبرضه ظهروا على خفيف السروبيدات اللي زي فالاكانودون اللي طوله كان 6.5 متر بس. لكن مع الوصول لمنتصف العصر الجراسي ابتدى الظهور الحقيقي، السروبيدات وصلت لأحجام مهولة، والمفترسات تنوعت، انتشرت في كل قارات العالم. ومع تنوع المفترسات وازدياد حجمهم تكيفت الديناصورات النباتية مع الأوضاع الجديدة ونامت عندهم الدروع القوية. ومن أشهر الديناصورات في العصر هم الألوسور، باريكيوسورس، الاستيجوسور، والدولفيوسورس. في كائن اسمه أركيوبيتريكس، ده بيعتبر أول طائر مكتشف حتى الآن، لكنه في الحقيقة مش طائر زي الطيور الحالية. الأركيوبيتريكس تميز بريش على طول الأذرع والديل زي الطيور، لكنه برضه امتلك أسنان وديل عظمي بيختلفوا عن الطيور الحالية. فبناء على الصفات دي صنف إنه ديناصور شبيه بالطيور، ويعتبر هو حلقة الوصل ما بين الزواحف والطيور. خد بالك يا عزيزي المشاهد، احنا هنا بنتكلم عن الظهور الأول للطيور، وعايزك تفهم ايه الصلة ما بينه وما بين الزواحف. ركز معايا، الأركيوبيتريكس والطيور الحالية من نفس العيلة، والأركيوبيتريكس والدروميوسورات ليهم علاقة كبيرة ببعض، فكده الأركيوبيتريكس هو حلقة الوصل ما بين الدروميوسورات اللي الناس عارفها باسم الرابترز والطيور. وطبعا الدروميوسورات دي ليها علاقة وثيقة بالديناصورات في نوعية التغذية ذات الريش اللي زي الأوفيرابتر اللي عاش في العصر الطباشيري، والسلسلة بتكمل لحد ما نوصل للأورناثيسكيانز. فطبعا من أهم مزايا العصر الجراسي هي الظهور الأول للطيور. وفي الحقيقة موضوع أن الأركيوبيتريكس كان بيطير فعلا ولا لأ لسه ما فيش إجابة صريحة، لكن العلماء افترضوا أنه هو كان بيتسلق على الأشجار بالمخالب ويتنقل من شجرة الأخرى عن طريق القفز والهبوط ببطء، وطبعا ده بمساعدة الريش بتاعه. لكن الكائنات فعلا اللي كانت بتطير في العصر الجراسي هي التروسورات، اللي زي ما وضحنا قبل كده هم مش طيور ولا ديناصورات، لكنهم زواحف طائرة. وعلى عكس اعتقاد العلماء القديم اللي كان بيقول ان التروسورات في العصر الترياسي والجراسي كانوا صغيرين في الحجم، بطول أجنحة 180 سنتي، ده الطول من الجناح للآخر. لكن الكلام ده قبل اكتشاف عالمة الحفريات نيتاليا جاجيلسكا حفرية للتروسور في اسكتلند سنة 2017 بتوضح انه على الأقل بطول يصل ل 2.5 متر. فأصبح التصور الحالي ان التروسورات وصلت لأحجام أكبر في منتصف العصر الجراسي عن أسلافها الترياسية.